يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بيكم أحبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيماية. آية النهاردة ضمن مزمور محفوظ لكل الشعب ومحفوظ للصغيرين والكبار، كل الناس عارفة مزمور الراعي. هاخد منه آية النهاردة هحفظها جوه قلبي وهعيش بيها وعيش بالكلام الجميل اللي ربنا بعته من خلال داود النبي اللي بيحكي عن الخير والرحمة. في عدد 6 من مزمور 23 بيقول كده: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. مزمور 23 وعدد 6. مزمور 23 وعدد 6. يلا قول معايا إن كنت فاتح كتابك المقدس أو إن كنت بتتابعني على الشاشة، من فضلك خلي الكلام ده يتصور جوه ذهنك، عارف اطلو صورة كده وخليه ينطبع في ذهنك عشان تعرف تعيش اليوم وتكمل في باقي عمرك. ربنا يديك طولة العمر حافظ هذه الكلمات الجميلة. يلا قول معايا: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. مزمور 23 وعدد 6. غمض عينك وخلي الآية قدامك كده وردد معايا عشان يسكن هذا الكلام جواك وتعيش بيه فرحان الوقت اللي جاي، مش بس النهاردة لكن كل أيام الحياة. ربنا يبارك حياتك. يلا قول معايا: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. مزمور 23 وعدد 6. موضوع الخير والرحمة موضوع كبير. يا ترى فين الخير؟ يا ترى إيه هو الخير؟ والخير ده هل اللي أنا شايفه ولا الرب شايفه ولا احنا الاتنين ممكن نكون شايفينه؟ هل هو الصلوات اللي أنا بصليها وبطلبها من الرب في كل يوم: يا رب خيرك يغطينا وإحنا عايزين وتدينا لو سمحت، وإيه موضوع الرحمة؟ طب وإيش دخل الخير في الرحمة؟ خليني أحكي لك بسرعة عن الخير والرحمة، الاتنين الحلوين اللي ماشيين معايا ورايا لما أكون أنا ماشي ورا الرب. أيوة، لما أكون أنا ماشي ورا الرب بيتبعوني خير ورحمة. خير بيملى حياتي بجود الرب وبإيديه، ومش لازم يكون الجود ده والخير ده مش لازم يكون عطايا أرضية، مش لازم تكون فلوس وصحة، مش لازم، لكن ينفع يكون الخير ده الرب مباركني ومبارك حياتي بأمر ما أيا كان، ربما في ظروف صعبة، ربما بمرض. إيه ده، هو ممكن يكون فيه خير في المرض؟ طبعا الله يستطيع أن يحيل كل أمر في حياتنا للخير، حتى صدقني حتى الأمور الصعبة اللي الناس متخيلة لا الرب مش ممكن. أنتوا عارفين الناس اللي بيحكوا عن إنجيل الوفرة والغنى، ده إنجيل مخلوط ومغلوط. خليني أحكي لك النهاردة عن إنجيل حقيقي قال لنا فيه ربنا يسوع في العهد الجديد: في العالم سيكون لكم ضيق، صحيح 100%، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هو ده الخير، أني أكون في ملء مشيئة ربنا، أكون زي ما ربنا عايزني، اللي بيديهوني هاخده من إيده بكل شكر. طب والرحمة. الرحمة هي الشيء اللي بيمنع بيه الله الشر عني. الخير يديني بيه والرحمة يمنع بيها أي أمر مش هحتمله. عشان كده بيرحمني، يعني بيحميني، بيحجب عني أي أمر لا أحتمله. عشان كده ترنيمتنا الجميلة كتبها بيقول كده: ربي خيرك ورحمة يتبعاني في الطريق
فلذاك لست أخشى أي عوز أي ضيق. مش خايف من المفاجآت، مش خايف من الحاجات اللي جاية، مش خايف من الظروف الصعبة. فلذاك لست أخشى أي عوز أي ضيق. ويروح مرنم ويقول في قرار الترنيمة: أرفع عيني إليك، أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. أربع حاجات يقولهم في الترنيمة: أنت الخير نفسه، هو أنت الخير وأنا عايش فيه، الخير اللي بيتبعني والخير اللي ليا هو شخصك وهذا يكفيني، والرحمة هو وجودك في هذه الحياة لتحامي عني وتمنع عني أي أمر لا أحتمله ولا أستطيع أني أكمل فيه. خير ورحمة عندي من العطاء، في خير، خير من إيد الرب بغض النظر عن اللي أنا متخيله الخير ده، هو نفسه هو الخير. كاتب الترنيمة يقول له: أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. تعالوا رنم، تعالوا نفرح، تعالوا مع بعض نبتهج في هذا اليوم. فلذاك لست أخشى أي عوز أي ضيق، أنت إلهي، أنت راعي، سيد حياتي، فلهذا لست أخشى أي عوز أي ضيق. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. ربي خيرك ورحمة يتبعني في الطريق، فلهذا لست أخشى أي عوز أي ضيق. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. تسمع عني كل يوم صوتك الحاني الرقيق، في حديث يسبي قلبي يعطيني أمنا وثيق. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. أنت تصغي باهتمام في أنيني والألام، وتزيل كل خوفي، تملأني بالسلام. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. أودع عمري لديك يا رفيقي في المسير، ليس لي خل أمين مثلك معي يسير. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. أرفع قلبي إليك وأغني في الحياة، أنت خيري وإلهي وخلاصي والنجاة. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا،
بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل، فرحان معايا بالترتيل، يملى حياتك بالتهليل، يومك بخير طيب وجميل.